اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا ورحمنا بهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين، سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام.